كابوتشينو. اهلا وسهلا كابوتشينو مسلا معكم، مرحبا من جديد. سعداء جدا انه موجوده معنا في الاستوديو الناشط المجتمع المدني باش نحلوا معاه لوديبا فيما يتعلق بالعوده المدرسيه، وسنخص بالذكر خاصه الظروف اللي هي للعوده المدرسيه والاناث، لانه مشاكل كبيرة قاعدة موجودة اللي حلينا لوديبا هذايا من خلال البارح اللي شفناه في بين بير الحفي وحاسي الفريد. بكل صراحة سيدي غازانوني مرحبا من جديد. أولا الأرقام الكل تفيد وأنه كل سنة الفتيات يتفوقن على الذكور في الامتحانات الوطنية الكل، تقريبا كل سنة الأرقام قاعدة تزيد تقريبا من 7 إلى 8 إلى 9 نقاط. نسبة الرسوب حسب النوع الاجتماعي ثلاث بين 2018-2019 هوني نلقاو في المرحلة الابتدائية اللي هو الذكور 9.3 عند الإناث 5.2، المرحلة الإعدادية 21.6 للذكور 12.4 للإناث، المرحلة الثانوية 19.8 للذكور 16.2 للإناث. هو نسبة الانقطاع المدرسي، المرحلة الابتدائية الذكور ينقطع 1.3 والإناث 0.7، المرحلة الإعدادية 13% للذكور 5% للإناث، المرحلة الثانوية 13.1 للذكور و 8% للإناث. لكن هذه الأرقام اللي شوفوا التحدي متاع الفتيات في حبهم للدراسة والتعلم والرقي، في المقابل ظروف صعيبة برشا للفتيات. أكيد. خلنا نبدأ معك، تفضل. أكيد. شوف أولا بدأت قراءة الأرقام، أنا عندي قراءة ربما قراءة ألفوا تعطي قيمة للبنية في تونس، وممتوع أنه راه اليوم قاعدين نقارنه في وضعية نقوله الأقل سوء، خاطر المنظومة التربوية متاعك بالأداء متاعها اليوم المتضرر هو الوليد والبنية زوز مضرين بدرجات كبيرة. لكن في الواقع اللي انت عطيته في الأرقام اللي عطيته، البنات متضررات عقل من الأولاد. فولي نحكيه في النتائج بينسيور، على خاطر انت وقت تبدأ عندك نسبة الانقطاع عن الدراسة أقل عند البنات، أوتوماتيك موش تلقى نسبة النجاح عندك أكثر عند البنات. فهمت معناتها يلفو بروندر سي شيفر معناتها من وجه فما تحدي كبير بيانسور. لأنه يظهر لي ظروف، أنت تعرف أكثر مني ومتابع منذ سنوات للشأن التربوي في ظروف صعيبة. أكيد صعيبة جدا، وهذا تنلقوه أنت خذيت المراحل الابتدائية الإعدادية والثانوية حتى في التعليم العالي. معناتها التعليم العالي ثم اليوم معناتها نسبة الإناث موجودة في المتعلمات في التعليم العالي أكثر من الأولاد. هذا نرجع ربما قراءة من أنا بالنسبة لي أنا هالأرقام هذه يلزم نزيد نضربها في الزوز والثلاثة اللي هو اليوم واجب علينا، على خاطر اليوم في نسبة في انقطاع مبكر عن الدراسة متاع 100,000 منقطع سنة، في نسبة النجاح عموما في البكالوريا وقت تاخذها على المستوى الوطني في نفس الفئة العمرية راهي ما تجاوزش 15-20% معناتها عموما. فهمت؟ ألوركو في بلدان كيما فرنسا واللي هي تحب تبدل المنظومة التربوية نتاعها، نسبة النجاح في من نفس الفئة العمرية تتجاوز 90%. معناتها احنا أربع مرات المنظومة التربوية التونسية أربع مرات نجاحها أقل من المنظومة الفرنسية. نرجعوا للظروف بيان سور. أنا قبيلي كنت حاب نعطيك مثال هكا باش نخلي تصويرة واضحة الإنسان. يقول لك راحة الإنسان منين تبدأ؟ في سقيه، في صباته. إذا هو مرتاح في صباته، لو كونفور فيزيك يبدأ من راحة في السقين متاع الإنسان. إذا أنت لبس صبات مكبوس عليك ولا صبات كذاربك دونك أوتوماتيك مش تقلق. اليوم راحة المتعلم، ناخذ المتعلم هو في اللي كونديسيون ديجيان اللي قاعد يقرأ فيهم. ما فهمت ما نتصورش انه اليوم وقت تلقى انت مؤسسه تربويه ما فيهاش نقول انا ان انفيرونمون اغريابل، خاصه ان انفيرونمون ديجيان معناتها فهمت، اكيد انه شيء تسبب في العديد من نقول انا السلوك اللي يكون فيه التلميذ والتلميذه نقولوا متضررين. فهمت؟ اليوم وقت ناخذ الارقام اخر ارقام 1900 2021 الأرقام الرسمية تقول حسب ما قريت في الجرائد تقول عندك 1400 مؤسسة تربوية غير مربوطة بشبكة المياه الرسمية. شو معناتها 1400؟ معناتها 1400 يجيبون لها الماء بالسيترنا.
هذوما ال 1400 هذوما الثلث نتاعهم حوالي 500 مؤسسه تربويه ما فماش تزويدهم بانتظام. معناتها اليوم انت وتعرف واذا نحكيو على هذايا انا باش بارك الله فيك انت بديت على الحد الادنى. يظهر لي اذا ما فماش ما فماش صرف صحي. يعطيك الصحه دو. وانا هذه النقطه اللي ممكن يتحرج باش يحكيوا فيها يقول في ذا. لا لا لازمنا نحكيوا فيها. انا اعطيتك الماء الصرف الصحي راه الصرف الصحي الشرب معناتها الماء. تصور انت في اماكن اولا بذات انا مشيت المدرسه في جهه باجا في جهه بعد عمدون اسمها مدرسه الفرش هزينا شويه نقول بين ولايه باجا وجندوبه. ايوه المدرسه موجوده في منطقه وعره جدا دخلت التواليت معناتها يلزمك كل واحد معناتها دبوسه معاك معناتها اللي كونديسيون هذوما اللي هما اليوم احنا بربي كيفاش معناتها وانت قريب اكثر مني من التلامذه والمربين والعائلات ماناش يحكيو على هذايا رانا نحكيو على التواليت راهو معناها راهو نحكيو على حق من حقوق البيولوجيه والانسانيه كيفاش يحكيو بربي شو ريت الواقع هذا ديجا انت كيما تحكي على منظومه الصرف الصحي تولي غير عاديه اليوم ما عندكش سباله تحل سباله باش تلقى الماء دونك هذوما موجوده في ال 1400 اللي تنزلهم انت الماء بالستيرنات هكا ولا خلينا من المؤسسه التربويه اللي فيهم الماء وتلقى فيهم معناتها المنظومه نتاع الصرف الصحي تلقاها ماهيش اونتروتوني ماهيش اون بونيتا. احنا نعرفوا انت احنا كبار بعد ساعات تدخل القهوه وتلقى التواليت ما تعجبكش تخرج مع فهمت ابان فما شكون يشد روحه حتى الاخر وقت باش يروح ولا يبرمج باش امه تجي تهز ولا يعمل معناتها دي كونديسيون اللي اليوم احنا في 2021 نورمالمون ما بقاش نحكيو عليهم. 1500 مؤسسه تربويه سوف دير كاينك انت عندك 1500 دار ما نعرفش انا شنو الموانع كسواء الماليه ولا التقنيه اللي تخلي المؤسسه التربويه هذه الكل ماهيش مربوطه بالشبكات الرسميه نتاع توزيع المياه اولا وبالذات ثم اليوم علاش انت ما تخلقش عقل. انا ديما راني جو كروا العقليه التضامنيه انا من العباد اللي نؤمن انه فليس مع فليس يولي كذايس احمل الجماعه يولي ريش. انا مؤمن انه اليوم بعقليه نجم نخلقوا عقليه وبشويه بشويه نرتقي. نسألك سؤال معناها ونجموا نعملوا تحدي لو كان تخرج كل مندوبية جهوية وتحررها الوزارة في مثل هذا وتقول ايه كل منطقة تنجم عندها الحق تعمل أبيل دون للمواطنين مش تلاقوا مدرستهم يودي شوف وتو نراو الهبة اللي موجودة ما نحبوش نقولوا نفرضوا ديزامبو على بعض القطاعات لا نجيو نعملوا ابل دون نقولوا يلا ننخرطوا في من اجل اصلاح الظروف نتاع التدريس قبل ما نحكيو على الكونتوني اكل بربي الاولاد ولا البنات. وعلاش انا بالذات ركزنا شويه مع البنات يعني وراه شوف بيان سور على خاطر الاولاد عنده فاسيليتي الاولاد المورفولوجي نتاعه وربما اللبسه نتاعه تسمح له باش يعمل اشياء اللي ما تعملهمش البنيه معناتها هذا ربي وغير شو اللي نجم ياثر عليهم ياثر ياثر بسيكولوجيكمون فما يمرض فما معناتها فما ما ندخلوش في 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 تحاليل ربما خايبه جدا ماهوش واقعي ماهوش انساني الاشياء هذه ماهيش انسانيه. اليوم انت اذا تخلي الوليد وبعد ساعات يشد روحه فهمت هو يلزمه يستريح اوتوماتيكمون لاقات يركز لك لاقات وربما يعمل حتى على روحه فما دونك هالاشياء هذه ما نحبوش نوصل قبيليك. حكيت انت على الماده التضامنيه شوف امين جمعيات اولياء التلاميذ وجمعيات قدماء المؤسسات التربويه قدماء المعاهد قدماء وكان انت تعطيهم القدر نتاعهم مش معناتها تعطيهم القدر سافدير انت تحط سياسات استراتيجيات باش تدخلهم معاك شركاء فعليا مش اليوم وقت يجي يتكلم الولي يحب يدخل المؤسسه شكونك انت فهمت يا ودي الولي راهو صاحب راس مال الولي هو دافع الضرائب ولي ولده يقرا في المؤسسه التربويه الولي حتى غالتي زلنا نصلحوه اليوم يلزمك تخلق ريت نحكيو على قبيلك بدينا انا وياك نحكيو على 1500 الدروس الخصوصيه اليوم رقم المعاملات نتاع الدروس الخصوصيه 1500 مليار سي امين كي نحسن انا الوضع نتاع المؤسسه التربويه نحسن اداء المؤسسه شنو نقص في الفلوس هذوك ربما جو في ريكوبيري ناخذ جزء من الفلوس
الحكومة النجم أنا نحسن بيهم الانفراستركتور نتاع المؤسسة، نحسن بيهم لونفيرونمون المحيط نتاع المؤسسة، ربما نخلق بيهم وسائل نقل موجودة. معناتها رانا بلاد صغيرة، راهو اليوم نحكيو على 2200 ألف تلميذ، ما نحكيوش على 12 مليون تلميذ ولا 15 مليون، معناتها نحكيو على بلاد فيها 12 مليون النسمة اللي ما تجيش قد القاهرة. أنت ما تجيش قد القاهرة. اليوم إذا ما لقاوش حلول لبعضنا ونعاونوا بعضنا، إبه هنا قاعدين من سيء إلى أسوأ. يتكلموا اللي يحبوهما، يتكلموا في نهاية الأمر، يتكلموا، يقول يحكي لي على نسبة النجاح في البكالوريا. هو سيد رئيس الجمهورية يوم العلم، يوم الاحتفال بيوم العلم، قال كلمة ياسر عجبتني أنا، قال لك خريطة النجاح في تونس هي تجسم خريطة الفقر. خريطة النجاح هي تجسم خريطة الفقر. معناتها اليوم اللي عنده إمكانيات عنده أمل في النجاح، واللي ما عندوش إمكانيات مستحيل باش يكون عنده أمل في النجاح. أنت تعرف وتابع جيدا سيدا هوني بين برشا مواطنين يخرجوا في صغارهم من القطاع العمومي يزفهم القطاع الخاص، مش فقط على المادة التربوية، لا يظهر لي حتى على الظروف اللي نحكيوا عليها. بيان سور هكا ولا لا؟ اكيد. وقت انت تشوف لي كونديسيون الموجودين في المؤسسات التربويه الخاصه، تلقى معناتها الاشياء اللي نحكيوا عليهم احنا هالنقايص مش موجوده. ما تهزش ولدك ولا بنتك وانت تعرف ما فماش ما في السباله، دونك ولدك مش بابيه، ما فماش بابيه، ما فماش صابون، ما مستحيل باش تهز ولدك ولا بنتك ولا تلقى روحك. دونك اليوم هاللي كونديسيون هذوما موجودين في القطاع الخاص. شو انا بالنسبه لي انا لا مبرر، ما نلقاش مبرر. انا وكان جيت شوف كان جيت عنا العقيده وعلى العمل الحقيقي ونقول انا العزيمه باش نحسنوا الاوضاع، نحسنوها الاوضاع. اما كان كل واحد منه يتعامل منا يتعامل بالانانيه نتاعو، ربما بالانعدام الثقه، فما زاد نسبه كبيره من انعدام الثقه، يتعامل ربما بالاولويات، يعتبر هذه مش اولويات. معناتها الاولويات موجوده ربما في المناطق الحضريه، ماناش قاعدين نحكيوا على المناطق الداخليه، ما حتى موجوده في الاحواز نتاع المناطق العمرانيه. كي تحكي انت على حمامات مش كيما في وسط المدينه كيما تمشي لداخل فوق. دونك الاشياء هذه اذا ما فماش عزيمه وما فماش اهداف، ديما نتكلم بالاهداف، انا يلزمني يكون عندي وين نحب نمشي. اذا ما فماش نقعدوا كل عام واحنا نحكيو في نفس الوقت. انا وياك قداش عنا نحكيو في الموضوع هذا؟ انا قداش انت سنوات واحنا تقريبا قداش موسى على ميح كنا في نفس الموضوع؟ تودي من 2015 تقريبا، من 2015 من 2015 صافي 8 عام، معناتها نحكيو براتيكمون في نفس الديسك وفي نفس الكلام وفي نفس ربما الالم، على خاطر والله نحكي بالالم، خاطر والله الالم كثر الالم يضحك، فهمت؟ نحكيو بالالم على خاطر اليوم واكثر من غادي امين الحلول موجوده، أكثر من غادي نأكد لك الحلول موجودة. اليوم فما حلول تنظيمية، فما حلول متاع ربما كيفاش اتبرمج، كيفاش تحسن من الأداة وبشوية بشوية الربح يجيب الربح. لكن احنا اليوم في منظومة الخسارة قاعدة تزيد تدفع في الخسارة. اليوم قاعدين نستثمروا في الجاه، مانيش قاعدين نستثمروا في العلم. على خاطر اليوم وقت تلقى روحك أنت تصرف في 7000 مليار باش تلقى نسب النجاح الموجودة وانقطاع مبكر 100 ألف منقطعة، معناتها 50% من الفئة العمرية ملوعين في الكياس، غدوة كان عشان هيك العنف اللي تحكي عليه هو كل واحد الكل، راهو من نتيجة عدم قيام ولا أداء المنظومة التربوية لما هي مطالبة به. اليوم مقاش نحكيه على مدرسة مساعد اجتماعي، مقاش نحكيه على مدرسة تكافؤ فرص، مقاش نحكيه على مدرسة مجانية، ولينا نحكيه على ربما محاضن، نحكيه على معناتها سوق موازية متاع دروس خصوصية، انتعاشة تقولوا، ولي أنا بالنسبة لي ما نعتبروش انتعاشة متاع المدارس الخاصة، على خاطر نعتبر أن القطاع الخاص يجب أن يكون مدعم للقطاع العمومي. أنا بالنسبة لي أنا إذا فما الخاص قاعد يتطور، خاطر أنت العام قاعد تخلي له في البلايس، أنت مش قايم بالواجب نتاعك، بالأزمات نتاعك كيما قلنا قبيليك، بالوضعية السيئة للمحيط نتاع المدارس، وربما بالأداء بالإضرابات باللي تحكي عليه بحجم الأعداد، عندما تلقى روحك في تشكشيكة، المواطن يقول لك اللي عنده يقول لك خويا أنا نحطها في المدرسة الخاصة، على الأقل مطمئن على ولدي ولا بنتي من النواحي حتى كما تحكي أنت الصحية. هو معناتها راهو ما حكيناش توا جوسكو لا في الكونتوني، لأنه الكونتوني حكينا فيه برشا مرات، بدينا حتى
حد الأدنى. فضلكم راو مش معقول اليوم اللي قاعد صاير هوني راو. إذا حكينا على لجيان اللي موجود في وسط المدارس، خلي بما بالك يا سيري ذا اللي هو يتعلق بالترانسبور، النقل المدرسي زاد اللي فيه مشاكل كبيرة، اللي من خلاله هو هنالك التحرش اللي تنجم تلقاها ناس اللي تحبس في ستوب، إلى أنه ناس اللي تنجم تنقطع عن الدراسة. هنا شفنا الأرقام اللي هو فما ريزيستانس ما عند الفتيات ومن أمهاتهم من خلاله أوليائهم اللي هما يحبوهم يقرأوا وينجموا يوصلوا. وهنا نراه في السكتور دو سانتي قداش عنا معناها من نسبة النساء أكثر من الرجال تقريبا في كل القطاعات الأخرى. حتى ترانسبور يظهر لي زادة في مشاكل كبيرة اليوم. النقل المدرسي اليوم في هذه الظروف أصبح معناه من المعضلات الكبيرة. أكيد مش نقعدوا في شوية ذي خط اللي كونتينيو حكينا فيه برشا مرات، نقعدوا في هذه الظروف. شوف نقعدوا في هذه الظروف سي أمين، هو ديما راهو أنا قلت لك الحلول موجودة. اليوم ثم تشتت في المؤسسة التربوية، اليوم باش أنت تحل هالمشاكل، المشاكل الاكتظاظ حكينا على فهمت الاكتظاظ، التنقل، راهو لازم قراءة حقيقية للخريطة نتاع الجغرفة نتاع المؤسسات التربوية. اليوم تعرف اليوم كيفاش تقرب، كيفاش شنو الطرف اللي نجم يساعدك في النقل، معالجة جدول الأوقات يا أمير، راهو جدول الأوقات مهم، هالساعات الجوفاء، هالمشي هال ساعات المراجعة، ربما نقول لك حاجة تبني ديزانترنا شو معناتها اليوم تعمل مطعم. الحلول يزمك ترى شنو هو الحل اللي يتلائم ويكون عنده أكثر إيجابية في جهة معينة ولا ربما في بلاد معينة وفي منطقة معينة. لازمنا نخلق نفس السيستم، معناتها هوني نحكيه في الحصص ولا في الترانسبور، لازمنا في نفس السيستم وإلا كل نجم نعمله كل منطقة والخصوصية متاح. كل نجم كل منطقة والخصوصية. أنا نمشي معك أكثر من غادي، أنا ربما حتى التوقيت متاع القراية ربما الشمال ما نطبقش عليه نفس التوقيت كل الجنوب. طيب يبدأ في الجنوب الدنيا سخونة 8، علاش ما نبدأش 7؟ علاش معليش ما نخليش أنا السلطة المحلية هي تتعاهد بتسيير المشروع المدرسي عندها، هي تعرف أولادها وين مساكنين، هي تعرف شنو هي الظروف الاجتماعية متاعهم، هي تعرف شنو هو المناخ الغد. يا ودي أخي لازم عليك أنت اللي يسكن في تبرقة يبدأ في نفس 8 واللي يسكن في إرمادة يبدأ 8، أخي القرآن كريمة ينجم اخويا يبداو 6 6 ونص 7. مش فرد كليما، مش فرد كليما. دونك انت ومع التغيرات المناخيه اللي اليوم يتحكى فيها ذا الكل، مش فقط نحاولوا نلقاو برنامج وطني لكل وزاره، لا لا لا، حتى التعليم في حد ذاته صدابت مع المهم هو انه في النتائج ربما انت النتيجه يلزم تكون عندك نسبه نتائج تكون هذيك هي. دونك تحرص باش النتائج نتاعك تكون في نفس المستوى، بتعطي شويه حريه للسلطات المحليه للمديرين نتاع المؤسسات التربوية حتى للمربين عقلية أخرى اللي هي نجم نعملوها اللي هي ما تكلفناش حتى شيء، لكن يلزم في المقابل عنا آليات مراقبة، آليات تقييم الأداء، تقييم الجودة، ونصلحوا ونبنيوا ونفرجوش مشكلة، نخلقوا عقلية منافسة، نقارن المدرسة هذه والمدرسة هذه. علاش هذه نسبة النجاح فيها تكون في الامتحانات الوطنية 10 والأخرى فيها 15؟ دونك يلزمك تخلق التنافس حتى بين المجتمع المدني. المجتمع شبيه المجتمع المدني اللي يعطي أكثر، وهذا نشوفوه تو احنا كبار، أنت مدرسة بنتك ولا ولدك تو مستعد باش تعطيها، لكن في المقابل يلزم اللي تعطيه يتم حسن استغلاله. يلزم انا نجم نعطي، لكن اذا انا نعطي ومراش في المقابل شنو الاداء اللي يتاقلم مع اللي عطيته، دونك نولي كيني انا نلوح في فلوسي في التراب معناتها، ولا وقفتي ولا جيتي، خاطر راهو نجموا نجيبوا الدهن، نجموا نجيبوا السيمانه، نجموا نجيبوا اللي تحب انت، نجيبوا الكرارس، نجيبوا الكتب، احنا نجموا نجيبوا المجتمع المدني. اي اما 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 لازمنا مشروع باش تنجم تاثر هذا الكل. يلزمنا مشروع ويلزمنا عقليه. هذا هو عقليه، يلزمنا رانا نحبوا بعضنا، رانا احنا هزين بعضنا، رانا مدرستنا، رانا بلادنا. بالحق الكلام هذا يلزم يتقال، الشعور الافتخار بالوطنيه نتاعك واللي عطيت كما برشا بلدان يفتخروا اللي يعطي اكثر في الجبايه هو يعتبر روحه عنده اكثر وطنيه.
اللي يعطي وسام اكثر هو عنده اكثر وطنيه. احنا هالاشياء هذه يلزمنا ما يلزمنا عقليه اخرى، يلزمنا روح اخرى. مازال الوقت نجم ونخلط ونصلح. يلزمنا فمش حتى نقول لك حاجه. شوف امين، انا كلمه مستحيل مفسخ عليها من قاموس كلماتي السعدي بار ودوتر بار لا فاتاليتي، القضاء راهو مع الموت. من داب الانسان حي، من دابه عايش، عنده الامكانيات باش يبدل في الاتجاه الحسن، والامكانيات ديما وارده. ما يزموش يسلم، ما يزموش نقول انا يولي محبط بالواقع اللي هو صعيب. نعم هو صعيب، فهمت، لكن يلزمنا على خاطر في نهايه الامر سي امين انا وانت لبس علينا اليوم، انا وانت لبس، انا لبس علي داري برهبتي عندي، لكن شنو هي تونس ايش خليها بعد ولاد ولادي؟ لا كيسيون اني ايش نخلي انا تونس بعد اليوم وقت الراء، سامحني وقت الراء، ولادنا وبناتنا قاعدين يهاجروا، فدوا من تونس، مش يهاجروا بدون رجعه، بدون رجعه. المشكله انه كي يهاجروا باش يرجع مرحبا. لازمنا نعرفوا علاش ولادنا وبناتنا تختار ربما تبعد على عائلتها، تبعد على بلادها، وهذا من ربما من المحاور الاساسيه يجب العمل عليه اجتماعيا وثقافيا وسياسيا. شكرا لك، بارك الله فيك. مازلنا مواصلين باش نحكيو في هذا الموضوع، وباش نحكيو على حاله نتاع زوج بنيات زاده من فئه اخرى تاع من اطفال القمر اللي بداوا في مرحله متاخره من الدراسه نتاعهم، اليوم ما لقاوش كيفاش يقريو. هذو مازاد شو عملوا لهم؟ هذو مازاد مواطنات تونسيات وبنات تونس من حقهم يقراو. تو نحكيو على الموضوع بعد الاخبار.